السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنقوم الآن بشرح على جهاز أكوا، الجهاز المتخصص بالكشف والتنقيب عن المياه الجوفية. يعتبر من أحدث وأفضل الأجهزة عالميا في تنقيب وتحديد مواقع تجمعات المياه للحفر عن الآبار والمياه الجوفية. نقوم الآن بالشرح عن الجهاز. الجهاز صغير الحجم وسهل الاستخدام وخفيف الوزن كما ترون، بإمكانك حمله في الجيب والتنقل فيه بكل سهولة. هذا هو المقبض الحمل، نقوم بتوصيله في الجهاز في الموقع الخاص به، ومن ثم نقوم بتوصيل هوائيات المسح. نقوم بفتح الهوائيات ومن ثم نقوم بالشرح عن الجهاز. هذا هو المفتاح التشغيل، ومن ثم نقوم باختيار نوع المياه المراد البحث عنها، جميع أنواع المياه أو المياه المالحة أو المياه الطبيعية أو المياه المعدنية. هذا المفتاح هو المسؤول عن التنقل بين أهداف المياه. نقوم باختيار جميع أنواع المياه، ثم نقوم باختيار مستوى عمق البحث، ثم نقوم باختيار مسافة البحث المطلوبة، ثم نقوم ببدء المسح من خلال الضغط على مفتاح سكان. بعدها يكون الجهاز جاهزا للمسح. بداية نقوم بحمل الجهاز بهذه الطريقة، نقوم بتحفيز موجات الجهاز ثم نقوم بتثبيته. لنلاحظ أن الجهاز سوف يقوم بالتوجه إلى موقع المياه، إلى البئر الموجود تماما. حتى لو قمنا بتوجيه الجهاز باتجاه آخر سيقوم الجهاز بالتوجه باتجاه البئر. حينها نقوم بتثبيت موقع الهدف وذلك بالضغط مرة أخرى على مفتاح سكان. لنلاحظ أن الجهاز يبدأ بإخراج المؤشر الصوتي. إذا توجه باتجاه آخر سوف يعطينا صوت خطأ، ثم يعطينا اللون المؤشر الضوئي أنه يجب عليك التوجه إلى اليمين. لنلاحظ حين توجه الجهاز باتجاه المياه تماما هذا هو الموقع الصحيح للمياه. نقوم بالمشي بهذا الاتجاه، ولو لاحظنا إذا خرجنا عن المسار سوف يرجع الجهاز مرة أخرى باتجاه المياه. ولو لاحظنا إذا قمنا بتجاوز هذا البئر سوف يقوم الجهاز بالرجوع مرة أخرى إلى موقع المياه. حتى لو أتينا من زاوية أخرى سنلاحظ أيضا أن الجهاز يقوم بالتوجه مرة أخرى باتجاه موقع المياه. شكرا لاستماعكم. الجهاز بسيط جدا في الاستخدام والعمل، يمكن لأي شخص كان استخدامه وضبطه والتعامل معه بكل سهولة ويسر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.